تحدي اليوم بدون أي مبالغة أصعب تحدي بجربه في لعبة فورتنايت. معكم أخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا مقطع جديد من تحديات فورتنايت. واليوم عندنا أكثر تحدي طلبتوه في الكومنتات بلا أي منازع، أكثر تحدي طلبتوه. تحدي اليوم بنرجع إلى نقطة الصفر كأن تونا بادين لعبة فورتنايت، لأني ممنوع أبني أي شيء. طبعا اتوقع البناية هو اهم شيء بلا اي منازع في لعبة فورتنايت، مو مهم مسلحتك، اهم شيء تعرف تبني. لو تشوفون اللاعبين المحترفين كلهم بس فنانين في البناية، احد يطلق عليه من ورا افتر ابني اروح انا فوق، انا اكون اعلى منه واقدر اقتله. اما اللي تكون مساحة مفتوحة وما تقدر تبني وحطلق عليك بعد ما تقدر تبني ليش بتروح فيه. المهم نفس ما قلت لكم، هاي التحدي يمكن من اكثر التحديات اللي انتم طلبتوها. ما اعرف اذا شفتوها المقطع عند احد ثاني وخذيتوا الفكرة وقلتوا لي اياها في الكومنتات، بس اليوم بنجربها بالصراحة على دعمكم المتواصل. اول شيء نعطيكم صفقة، ثاني شيء نعطيكم هذه وهذه بعد تستاهلون هذه. أبغى أرويكم إن ما أخذ الاحتفاليات يعني، بس بطريقة ثانية. المهم يا جماعة قبل ما نبتدي، أتوقع أفضل شيء أسويه إني ما أحط محاولات، بس يلا بنحط محاولات. إذا ما قدرنا نخلص تحدي تستاهلون أنتوا، تستاهلون $20 جيف أواي. أوكي في أحد وياي في البيوت هناك، أحط في بالكم شيء، أنا ما أقدر أبني. يعني كان المفروض ابتدي من فوق واكسر لان ما بقدر ابني حق اي شيء فوق. زين اشوفك انت اللي فوق، هل اقدر افتح صندوق كذي؟ ما اتوقع، لا ما اتوقع في مجال. والله يا جماعه شوفوا، انا عاده اللي احد في البيت باش يحلم من فوق بدرهم عليه من فوق، اما الحين ما اقدر اسوي شيء، لازم اتخلى من البيبان العاديه. اسوي كذي والله. اوه فيها فكره، حلو. الوحدة بس 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 منخش في البيت على اساس اللي اوه ما نسمعك. ها خلى الحين قعدتك في البيت دي تفيدك. يا ربي ما احتاج موارد، ليش اكسر؟ ليش يلا شلون الحين ابني واصير فوقه؟ ما اعرف صراحة، لا فكرة سيئة هني، فكرة سيئة. شوفوا هو سيد ابنه، اول شيء تسويه تبني. لا ما اقدر ابني، ما اقدر ابني. هيل ما ابني اي شيء. اوكي روح اطلق عليه. لا تطلق علي، انسى تطلق علي. حلو. لا ما اقدر ابني والله، شفتوا كلهم يبنون من فوقي وخلاص. هاي عنده سكار، والحبيب اللي قاعد يطلق عليه عنده سكار، قوتي 4. والله كنت اقدر اقتله. اخر محاولة الاولى فشلنا فيها. هاي بيموت. خلاص هاي بيموت. نو واي فوز، قلت لكم هاي بيموت. زين نبتدي المحاولة الثانية. ابى اروح ريتيرو، مع ان فيها وايد ناس ومتاكد مليون بالمئة بحتاج ابني. مستحيل ما تبني في ريتيرو، بس يلا. احب هالمدينة واحب الاغراض اللي فيها، احب كل شيء فيها يا اخي. اوه البناية يا جماعة، ابى ابني له، بروح ادرم عليه. في احد كان يطلق علي، اوه صادوا اللي فوق. زين في حركة براويكم اياها، في وايد ناس ما يعرفونها في اللعبة، في وايد ناس يعرفونها بعد. اذا مثلا انت بتهيئ الحين، لا تدخل الزون وتهيل، لان في ناس ناطرين على اطراف الزون، ناطرين اي احد يدش مباشره يقتلونه. هيل برا بحيث ما يشوفونه، مباشره تدخل بعدها، بتنقص واحد اثنين يمكن، مباشره تدش داخل، خلاص هيلك كامل، الحين تقدر تدرم عليهم. والله خايس السلاح، مره ليش خذته؟ الحين بيقعد يهيل، بياخذ راحته. اوكي شكرا، عطني سنايبر عادل، عطني كل شيء عادل، عطني الشوتجن عادل، ايه وعطني مدكت، واحنا ماشيين. شكرا بروح من هني، مع انه احس ما لا احتاج ابني، فما بقدر ابني اخر نتفه، فلازم الف لفه عود كذي. يعني عشان تعرفون بس شلون 10 حطبات بس تقدر تخليك تاخذ فره كامله كذي، بس انه ما تقدر تبني يعني. اوه في تشيست،
اوه جاب جاب. اوكي في حرف هاي. اوه اخ شبان زين بدون ما تعور. بس 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 لا تحاول لا تحاول اخوي. في الدائرة احنا؟ لا مو في الدائرة. يا رب ما حد يصيدني من فوق. بس يا رب ما حد يصيدني من فوق. اتوقع السنايبر حاليا شغال صح وياي. ثلاث اشخاص ذبحتهم بسبة السنايبر. يا كهوة كهوة طلع من البيت طلع. وين راح؟ خذ لفة عودة ها؟ زين انا بسوي نفسي باخذ لفة عودة. اوه قاعد يدرعم حلو حلو. كمل كمل درعمتك كمل درعمتك. انا ايدك انا من مؤيدينك. كمل 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 درعمتك حبيبي كمل كمل كمل. واللي يخليك كمل ايه اقدر اصيدك بس كمل كمل معلش كمل شغلك. لا صدتك سامحني واقف بغباء احد بيصيدك اكيد. وين راح ذاك؟ مات في ابل. رابط وينه؟ لا 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 والله انا عارف انه هو موجود. ليش ليش بس هلا شفت لوت خلاص صرت مينون. كان يمديني اذبحه والله كان يمديني اذبحه. اعطيه هيد شوت واحد وخلاص. ليش والله كان جيم ستوري ذبح كم اربعة بدون ما ابني ولا شيء. لا صراحة عجبني الوضع بالسنايبر صراحة. اعطوني سنايبر. ييب سنايبر يا ابوي ييب سنايبر. في احد غيره؟ اي في ثلاثة غيره واكثر بعد. الله يسر منهم يا رب. يروحون بيت ثاني. لا تجون بيتي. لا 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 قوم قوم قوم. لا تجي بيتي لا تجي بيتي. هاي بيتي. كيفك كيفك كيفك. انت جيت انت الغلطان. اوكي قلت لك لا تجي بيتي. قلت لك لا تجي بيتي. انت ما سمعت الكلام. مشكلتك ولا مشكلتي الحين؟ هاي احد يبني كذي؟ احد يوقف ويبني؟ انا اللي ما اقدر ابني ابني احسن منك. شفت واحد هناك. اوه في احد رايح له في احد رايح له حلو. ابغى اشوفهم يقاتلون. اي كمله كمله قتالكم حلو. مين بيروح ياخذ بيت الثاني الحين؟ انا بطلب من هني بس. بس بس تكتيك تكتيك. طلع اثنين رايحين حق بعض. اتركهم في حالهم. ما يدرون عنك، أنا ما تقدر تبني. هاي كان بو سنايبر، حلو حلو حلو، عطنا سكارة كنت تعال. حلو حلو، ضبطون بأسلحة. أوكي، الحين لما يبتلي بس 19 شخص باقي، أوف طرفات. أوه. يا شو أقول لك يا الخواف؟ آخ، كنت بقول إن الحين اللي باقي بس 19 شخص يبتدون يعني يبتدي الوضع يصير أصعب. ما اشوف الا شخص من خشف البوش. لا ما اطلق عليه لصقت فيه وما اطلق عليه. حلو 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 حلو. اوه الدائرة بتاكلنا شويتين بس يلا. اوه عندك سنايبر بنفسجي. اهلا وسهلا. خل تاكلنا الدائرة شويتين ما عندي مشكلة. Surprise, motherfucker! شنو ذي يا جماعة؟ توني داش الدائرة. خلي زين انطر شويتين. تبن لك خرعني. سمعت صوت احد يركض. التفت له انا ميت. كل محاولة قاعد نقتل ناس بدون ما نبني ولا شيء. ويونا قتلونا بطرق غبية. تعال حبيبي تعال. تعال. ناظرني من بعيد هاللون ها؟ تبغى تصيدني؟ عطنا السنايبر يا الحليب. بتطلق على مين اخوي؟ اه على الباكج مسكين. اثبت 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 حبيبي اثبت. بس شكرا لك حبيبي. طمع طمع طمع.
انا طماع عطني ار بي جي. اها بنفوك احنا رحنا فيها، هو بنفوك رحنا فيها باختصار. يلا ما اقدر ابني، لا 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 ما اقدر ابني، وما كنت ارى انه هو هني. شوف 16 قوته، 16 قوته. المهم يا جماعة المحاولة الأخيرة، بس بقول لكم شيء، إذا قدر نفوز، هاي إذا يعني أنا قاعد أبالغ الحين، قاعد أشجع روحي زيادة، إذا قدر نفوز واللي يخليك تأتيني في الكومنتات تقول لي كذاب، لأن بيك بلوك مباشرة. أنا ما له داعي أكذب، أنا قاعد أقدم محتوى تعديات نقدر نسويها وما نقدر نسويها، بس ما ليش أكذب؟ ما في أي سبب يخليني أكذب، أنا بنفسي أقول أنا من لعيب، فلا تصدق إن أنا لعيب وأبي أسوي روحي لعيب. وبسرحني ووووو سكور ذهبي سيدة هلو، ودروع صغار شنبي زيادة بعد، في تشست فوق بس ما بقدر اروح له، لانش باد حلو، والله مضبطينه والله مضبطينه، كان يعرفه ان هاي اخر محاولة فخلاص قالوا بنضبطك. بس 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 حبيبي عطنا سنايبر، عطنا المدكت، عطنا الدروع الصغار واحنا رايحين. يلا حبيبي خليك اصعد، وقف وقف كذي. لا اوكي اشوه اشوه، السكار الذهبي موجود في احد هنا. طيب طالع ورا، خليك تعال 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 تعال. اوكي حلوين حلوين حلوين، بس قاعد فوق، شلون اروح لك الحين؟ انا شلون اروح لك؟ ما تشوفني لا؟ هلو والله مكسب السنايبر والسكار شيء خرافي، شيء خرافي يا ناس، شافني ويا زعم بينخش عشان يصيبني. اوه هاي شافني هاي شافني هاي شافني. لا اخ لا يا جماعه لا يا جماعه، كان فاشل والله كان فاشل، كان يوقف بس ضيعت الرصاصه دي الوحيده بالسنايبر، لو صايده بالسنايبر صج بغير حياته، بغير مجرى الجيم بكبره، ابغى اشوف شلون بيموت. ما حد يروح في الماي، ما حد يروح في الماي فضيحه. اكو بيصيدونه بيصيدونه بيصيدونه، بيطلق على ذي هاي ما يدري عنه بعد، اكو بيموت 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 موت، باي باي. اه ما مات. اثنيناتهم ذبحوا روحهم. يا ربي شوف هاي بعد قاعد امشي في الماي. المهم بطلع من الجيم لانه وايد ماسك فيه فيه الصراحه. المهم يا جماعه نفس ما شفتوا الساعه 12 ونص لازم اروح حق الجامعه، وفي نفس الوقت خلصنا 5 محاولات وما قدرنا نخلص التحدي، يعني الصراحه اقدر اخلص التحدي، ما اقول لكم التحدي مستحيل، اقدر اخلصه وباذن الله اذا تبون نحاول مره ثانيه اقدر اخلصه بعد، بس الحين نفس ما قلت لكم 5 محاولات ما قدرنا نخلص، ففي جيف اواي $20 على تويتر هالمره، حسابي في تويتر بيكون موجود هنا وتحت في الديسكربشن، ادخل وبيكون في تغريده اما اليوم او بكره او بعد بكره يعني، يعني عشان تعرف التغريدة بحط ان فيها $20 سواء بلاي ستيشن اكس بوكس امازون او ستيم اتوقع. المهم يا جماعه اتمنى عجبتكم الحلقه واتمنى عجبتكم كل صيدات السنايبر، هاي يمكن اكثر حلقه صدقت فيها ناس بالسنايبر، فاتوقع هاي يستاهل زر اللايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك، ونشوفكم في حلقه ثانيه.